كمان خليني اقول لكم كابتن محمود الخطيب كان حريص جدا ان هو يهني كل اللعيبه، تحديدا هنا كمان لعيبه الاهلي الكره الطايره وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد ما فازوا بهذه البطوله اللي بتاني هنرجع نقول بتقام لاول مره هذا الموسم. كمان كابتن محمود الخطيب اشاد جدا بيعني الاداء المتميز للعيبه والروح اللي كانت موجوده والاصرار اللي كان موجود على الفوز. لو حضراتكم منكم اللي تابع يعني هتلاقي ان كان بجد روح الاهلي موجوده، يعني ما هي مش قصه بقى روح النادي الاهلي دي بقى او زي ما تقول لك فانيله النادي الاهلي بس في كره القدم، لا دي في كل الرياضات، الموضوع ده بينطبق على كل الرياضات. فهو اتكلم ان هم كمان اسعدوا الجماهير اللي هي تستحق ده من كل لعيبه النادي الاهلي في الرياضات المختلفه، ان هم كانوا على قدر كبير من المسؤوليه.